منطقة سيدي منصور المقيصبة في بلدية عين الذهب بولاية يالت استفادت من مشروع لفك العزلة، لكن للسكان بعض التحفظات على طريقة الإنجاز. نطلب من السلطات النظر إعادة النظر في هذا الشطر تاع الطريق اللي خدموه. الطريق راهي مازالت كيما هي محفرة، مازالت ناقصة، الطريق ماهيش مخدومة مليح. احنا ما خدناش طريق تأتيف، خدموا لنا الطريق بالطين. الطين جابوه دارنا في الطريق، رانا نتعذبوا في الشتاء. مشكل المياه مطروح بعد جفاف هذا المنبع، فما الحل الجذري مطلوب؟ قاعد تركتور رمك في المازوت وخلي صالحه وروح يسقي 5 كيلومتر باش يولد زويله هو اللي يولد ولاده. حنا هاي العين ناشفه، حوسوا لها تصريح من الادروال. توفير شروط تمدرس الاطفال مطلب اوليائهم. خصنا مطعم المدرسه، اخذ شيء التلاميذ دروك راهم يتغداو ويفطروا في المكتبه. وانشغالات أخرى لدى أهل المنطقة. المنطقة 750 متر بين وبين جيران، خاصنا الضوء، رانا من 2003 نطالبوا بالضوء مازال ما لحقناش. كاينين بعض الديار بخمسة ستة هنا في منطقة سيدي منصور، البز نتاعنا باش يكروا ما عندهمش عليه كروا، كروا ظلمة. البلدية تؤكد على تسجيل مشروع بئر بقرب المنبع وتوسيع شبكة الكهرباء، وكذا فتح تحقيق في تضرر الطرق على أمل إسعاد السكان.